الفنانة سعاد النجار تطل على جمهورها بمظهر جديد ولون شعر مختلف. إليكم التفاصيل. أطلت الفنانة المغربية سعاد النجار زوجة الفنان الراحل محمد البسطاوي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستغرام بمجموعة من الصور التي شاركتها مع متابعيها والتي بدت فيها مختلفة وبلوك مغاير. واختارت الفنانة سعاد النجار أن تطل على جمهورها بلمسة جديدة اعتمدتها في هذه الفترة، حيث اعتمدت لون الشعر بني فاتح، مبتعدة هذه المرة عن اللون الأشقر الذي تعود الجمهور على رؤيتها به في كل الأوقات. كما اختارت في إطلالتها اللباس المغربي التقليدي بثلاث قطع وباللون الأسود. هذا وبرزت سعاد النجار بمكياج صارخ نوعا ما، زاد إطلالتها رونقا خاطفا للأنظار. شاركت صورها بمفردها إضافة إلى صورة أخرى جمعتها بالفنانة لبنى شوكولات، وهي باللوك الجديد والذي أشاد به جمهور الفنانة سعاد النجار، لا سيما أنه نسبها كثيرا.